ده $1,000,000 جايين لي هديه. يعني ايه هديه؟ هديه. مين بيدي $1,000,000 هديه؟ مين مين مين؟ تركي الشيخ. هتكون مين يعني يا احمد؟ خطيبته؟ ما اكيد تركي الشيخ. مين في مصر هيدي $1,000,000 هديه يعني؟ لا صحصح كده. طبعا انت دلوقتي يا احمد قاعد بتعد حساباتك واكتشفت انك فاني عمرك في الحته الغلط. مين 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 انت بقى؟ مين وساكن فين؟ وليه ما بتدينيش انا كمان؟ طب قول لي اعمل ايه وانا اعمله؟